هؤلاء الثلاثة سنان بن أنس وشمر بن الجوشن وعبيد الله بن زياد، واحد أمر والثاني قتل والثالث جز الرأس. هؤلاء الثلاثة كلهم كانوا في جيش علي في صفين، كلهم من شيعة علي، كلهم من أهل الغدر. شمر بن الجوشن كان في صفين في جيش علي، عبيد الله بن زياد كان من شيعة علي في صفين، سنان بن أنس كان من شيعة علي في صفين. ثم يرجعون يقتلون ولده. غدر، أهل غدر